لكن النهارده حدث رياضي مهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيوقع عقود استضافه كاس السوبر الافريقيه وكاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد من خلال حفل توقيع استضافه النادي لبطولتي افريقيا للانديه ابطال الكؤوس لكره اليد رقم 39 رجال وسيدات، وبطوله كاس السوبر الافريقي لكره اليد رقم 30 ايضا رجال وسيدات، والنادي هينظمهم في شهر مايو اللي جاي ان شاء الله. كابتن خطيب حضر الوقائع المؤتمر وحفل التوقيع، وحضر ايضا الدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري للعبه، والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي امين الصندوق، والدكتور محمد شوي والاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. والكابتن خطيب عقب التوقيع زي ما شايفين اهدى الدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي درع وفانيله النادي الاهلي وعلم النادي، واهدى ايضا الدرع والعلم لرئيس الاتحاد المصري الدكتور محمد الامين. حرص النادي الاهلي على استضافه الاحداث دي يعني يتمشى الحقيقه مع السياسه اللي بتنتهجها الدوله المصريه في محاوله استضافه الاحداث الكبرى. شفنا اكتر من بطوله عالم سواء في الرمايه او كره اليد او الجمباز او او او، وتاتي على المستوى الافريقي استضافات النادي الاهلي باستضافته لهذا الحدث بيبني الجسور المنطقية بين مصر بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص والمحفل الإفريقي. النادي الأهلي بياخد بالأسباب أستاذ إبراهيم عشان يتجاوز بقى إيه عملية نقل الفريق إلى مستويات تليق به، زي ما يعني نأمل جميعاً من مدربين أجانب وعلى أعلى مستوى في كل الفرق وكل قطاعات اللعبة، ونتمنى بس إيه ولادنا يعني يقرصوا على نفسهم شوية لأن فضلهم زقة صغيرة عشان يتسيدوا مصر وأفريقيا.